الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوفد المرافق له، أود في البداية باسمي وباسم جميع الحاضرين أن أرحب بالسيد الوزير وأشكره على انتقاله لمدينة الداخلة في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية التي تهم التواصل بشأن السياسات العمومية للبرنامج الحكومي 2021-2026 لتبادل الآراء حول مجال التشغيل والاندماج الاقتصادي تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية الرامية إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد وبالورقة استراتيجية ترابية تشكل الرهان الأساسي والمحوري للإدماج الاقتصادي والرفع من المؤشرات المجالية خاصة بتطوير القدرات الإنتاجية والمقاولاتية القادرة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والعدالة المجالية. وكما لا يخفى عليك فإن جهة الدخل والذهب من خلال أهمية موقعها الجغرافي تزخر بمؤهلات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وعرض استثماري متنوع أصبحت بفعله قبلة لعدد كبير من المستثمرين المغاربة والأجانب مما يؤهلها لتصبح قطبا اقتصاديا سيشكل دعامة رئيسية لتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية بالأقاليم الجنوبية وانفتاح هذه الدينامية على دول الجوار من جنوب الصحراء تجسيدا للعمق الإفريقي لهذه الجهة. غير أن هذا الهدف لن يتأتى إلا بتتمين كل المؤهلات الجهوية من خلال سياسات عمومية تراعي خصوصيات الجهة وشساعة مجالها الترابي وتسعى إلى الارتقاء بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستدعي منا جميعا اهتماما خاصا. كما ينبغي أن نشير إلى أن هذه الجهة كانت صباعه لتفعيل محور دعم التشغيل وإنعاش المقاولات من خلال اتفاقية تهم مجال التشغيل على عدد ديال الاتفاقيات. هذه المجهودات ستعزز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يروم وضع خطة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة من خلال وضع رأس المال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل. أريد أن أؤكد أخيرا أن هذا اللقاء سيمكننا جميعا من طرح تصورات تزيد من مستويات الانخراط الإيجابي في دينامية التنمية وتوفير المناخ الملائم لدعم المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتحقيق الإدماج الاقتصادي المنتج للثروة والشغل والاندماج الاجتماعي. في الختام أتمنى لأشغال هذه اللقاءات هذا اللقاء كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.